طيب انت قلت لنا ان المطبخ المصري ثري، وده منطقي جدا ان احنا عندنا كل كميه الاثار واللغات فمنطقي ان احنا يبقى عندنا مطبخ ثري، ولكن ايه اللي بيميز المطبخ الثري ده؟ ايه اكتر ما يميزه؟ اللي بيميز المطبخ الثري ودي من المفارقات الغريبه جدا، ان الاتجاهات العالميه دلوقتي للطبخ الحديث في المطابخ العالميه الحديثه حاجتين، اللي هو ان انت تستخدم المنتجات المحليه وان انت تعمل حاجات هيلسي اللي هي صحي، اللي هي فروم فارم تو تيبل، يعني من المزرعه للمائده، وكمان ان انت تعمل حاجه الهيلسي. احنا في مصر بينطبق علينا ده، احنا في الغالب بنستخدم منتجات محليه سواء زراعيه او حيوانيه او الكلام ده، مش بنعتمد كتير على الحاجات المستورده. وكمان عندنا موضوع الجانب الهيلسي ده. في نقطة تانية برضو اللي هو الاتجاه الحديث اللي بدأ ينتشر في العالم كله دلوقتي، اللي هي فكرة الفيجن والفيجيتيريان، الأكل النباتي. احنا المصريين نتيجة يعني تاريخنا كبير قوي من أيام مصر القديمة والفترة الحقبة عصر الأسرات وما بعد الأسرات، لا حتى في العصور الوسطى، يعني فترة اللي هو فترة المسيحيين في مصر، عارف انت عندهم فترات صيام كبيرة والكلام ده، فعندهم الأكل الصيامي والأكل النباتي وكده. فاحنا بقى التاريخ ده خلاه عندنا مجموعة أكلات نباتية كتيرة جدا. أكلات الفول والطعمية دي أصل الأكل النباتي، والبزارة احنا بناكل كل النباتات يعني، والملوخية والفول والخضر والرجلة والحاجات كتيرة جدا، نباتات كتيرة وحاجات كلها نباتية بنعتمد عليها. فالناس اللي هي بتعيب علينا بتقول مثلا والله اصل دي حاجات فقيره، يعني حضرتك دي في مطاعم عالميه براندات عالميه بتفتح تخصصها فيجن وفيجيتيريان والكلام ده.